عن عالم الموضة والأزياء الممتلئ بالأفكار الغريبة. لكل مصمم بصمته الخاصة وصناع الموضة حول العالم تركوا بصمتهم بكل ما يتعلق بالموضة والأناقة. أما عن سوريا فهناك الكثير من الأسماء الهامة اللي بدأت تسطع بهذا المجال. تقول كوكو شانيل أحد أعلام التصميم والأزياء بالعالم: الموضة ليست شيء موجود في فساتين فقط، الأزياء لها علاقة بالأفكار والطريقة التي نعيش بها. نتعرف أكثر على أحد أبرز المصممين السوريين ونتعرف أكثر عن الطريقة يلي بيصمم فيها والأفكار يلي بيحب يوصلها. بيسن أنه نستضيف المصمم وسام حسن. يسعد صباحك. يسعد لي صباحكم. صباح الخير لكم. أهلا وسهلا فيكم وسام. رح نبدأ حديثنا بآخر نشاط لك ومشاركتك بمؤتمر حق المواطن بالإعلام. خبرنا كيف كانت مشاركتك فيه؟ أول شيء أنا شاركت بهذا المؤتمر، طبعاً إلي الشرف أني شارك بهيك إيفنت مهم، طبعاً لأول مرة بسوريا أكيد. فكانت المشاركة كوننا نحن عم نحكي عن الإعلام هو اللي بوصل بلدنا للخارج بالشيء الحلو، فكان وكمان في شغله انه الاعلام هو بيوصل هي المواهب الشابه لبرا. فكانت مشاركتي عباره عن اهتميت باطلالات الاعلاميين، وطبعا نحن حافظت على هذا الشيء الرسمي اللي محكومين فيه ومن روح المؤتمر، فحبيت يطلوا بشيء رسمي بس شيء جديد منه منشاف قبل يعني. فهتميت بإطلالة الشباب والبنات. يعني كمان كان لك من فترة قصيرة مشاركة ضمن معرض أزياء العروس الأول يلي صار بالدامروز. خلينا نحكي شوي عن هالمشاركة، وبما أنه كمان يمكن أنت اختصاصك أكثر بهذا الموضوع. طبعا أكيد فساتين العروس هي اختصاصي، طبعا هو الهوت كوتور اللي عم نحكي عنه. مشاركتي بهذا الإيفنت اللي صار ب 8 نيسان بالداماروز قدمت فيه كوليكشن 2017. فكان عم نحكي عن فكرة، طبعا عم بحكي عن أو عنوان الكوليكشن كان تحت سوريا نبض الحياة، فحبيت أحكي بهذا الكوليكشن عن الأيام الجاية اللي لسوريا اللي رح تكون كلها أمل وسعادة وإشراق. فنحن عرضنا بالدامروز بال 2011 بمعرض العروس الاول، فبسبب الازمه انقطع هذا المعرض ورجعوا هلا جددوه بال 2017. فحبيت اني اقدم شيء لبلدي، طبعا بانه المعرض رجع تجدد، فحبيت تكون سوريا جديده. فكان عباره عن كوليكشن 12 قطعه مشغول بين السهره بين الفساتين الافراح. شو هي الطريقه والاسلوب اللي بتعتمد عليه بالشغل؟ هلا انا بختص اكثر بالفساتين الافراح، فساتين السواريل. طبعا احنا بنشتغل الهوت كوتور، فبنشتغل الشيء الصعب، بنشتغل الشيء البسيط اللي بغيه طبقتين اكيد. فأنا بعتني على الأشياء المشغولة بالإيد والهاند ميد يعني، فهي الأشياء بتاخذ وقت وبتاخذ جهد وبتاخذ تعب. يمكن هون المصمم بيترك بصمته طبعا أكيد، وبتكون يعني أفكاره الخاصة طبعًا عبر تصاميمه طبعا. لكل مصمم، لكل أي ديزاينر هوية معينة بيطلع فيها، بيطلع على العالم فيها، فأكيد رح يترك بصمة. مثلا هذا الفستان بين أنه لا هذا المصمم مثلا فستاني معروف بأي حفلة بأي مناسبة. بسام شو الطريقة اللي بتشتغل فيها؟ شو هي بصمتك بالعروض الأزياء؟ هلا أنا معروف عني إنه بحب التفاصيل بشغلي، يعني أنا بهتم كثير بالتفاصيل، فهي التفاصيل اللي بتعني لي. بتحكي عن كثير قصص بالفستان، عن يعني على العشق أو المحبة اللي أنا بقدمها للقطعة اللي أنا بشتغلها، فكثير بهتم بالتفاصيل، بهتم بالأشياء الصغيرة لتطلع قطعة متكاملة تعطي فكرة جديدة منا من شافي أو مشغولة قبل. اليوم برأيك شو هو وضع يعني المصمم السوري بشكل عام؟ أكيد نحن كشباب أو مواهب سورية منحب نوصل الشيء الحلو، منحب نوصل مواهبنا. طبعا نحن عنا إمكانيات، عنا مواهب، عنا أشياء كتير حلوة قادرين نعملها. فنحن يعني نتمنى نشوف انا او اي حدا ديزاينر ثاني على ستيج عالمي، يعني هي هدفنا، هي طموحاتنا نحن، لنقدر نوصل المصمم السوري او اي حدا عنده موهبه مو بس بمجال التصميم، باي مجال فني اخر، انه يصل ويوصل هذا الشيء للعالم، نثبت انه نحن السوريين عندنا مواهب، عندنا امكانيات عم نشتغل فيها.
يمكن بما انه حضرتك يعني مختص شوي بشق العروس، اليوم شو بتوجه يمكن نصيحه لكل صبيه عم تتابعنا هلا وعم تحضر العرسه؟ شو الموضه لهالسنه بفستان العرس؟ هلا مثل ما شفتي انت الموضه يعني من تقريبا السنه سنتين تقريبا متوجهه للشيء الملكي، للاحجام بفساتين الاعراس، للعصور الفكتوريه. بتحسي القصات نفسها رجعت، الاحجام كثير يعني شلون بدي اوصل لك الفكره، انه بتحسي الفستان فيه احجام، فيه وكميه اقمشه كثير وتفاصيل كثيره عم تكون كانه تطريز او شق او اي اشياء ثانيه يعني. فهون نصيحتي للعروس انه ما تتبعي كثير الموضه، يعني اعتبري شو اللي بيناسب شخصيتك. هذا اليوم الك، يعني بدك تطلبي شيء انت تكوني مرتاحه فيه، ما تحاولي تجربي بهذا اليوم انك تطلعي بشيء جديد انه انا بدي يكون بهذا اليوم، لا غير. يمكن هي نقطه كثير مهمه، حاولي يعني تختاري شيء اللي بيناسب ستايلك، ما تمشي كثير على الموضه. ممكن ناخذ شوي من الموضه بس شيء بيشبه شخصيتنا اللي عم او شخصيه العروس بهذا اليوم بالضبط. تمام، يمكن مو كل البنات بيلبق لهم هذا الفستان الملكي اللي كنت عم تحكي عنه. اول فساتين ممكن في اشخاص بدهم يعني صبايا بدهم فساتين ناعمه، ما فيكي يعني ما فيكي تنصحها انت للعروس؟ اكيد انا حكيت طبعا، اكيد انا في جلسه مع العروس قبل فترة، يعني ممكن تكون شهرين ممكن تكون 3 شهور، فمن خلال هاي الجلسة أنا بفهم شخصيتها، بفهم شو اللي بيناسبها شو اللي ما بيناسبها. ما معقول وحدة خجولة تلبسيها شيء جريء، أكيد ما رح تزبط يعني. فبدك تعملي شيء تكون بيشبه هاي الشخصية لتكون مرتاحة هي بهذا اليوم. لكن يمكن هالسنة شو الأكثر شيء عم يترك بصمته بعالم الأزياء من ناحية فستان العروس؟ هلا انا بدي احكيكي عن شيء يعني شيء انا بشغلي يعني انا يعني كثير شوي بحب ابعد شوي عن اللون الابيض الصريح، يعني انا بحب يكون الفستان شوي على الاوف وايت. هذا شخص يعني طبعا انا بشتغل حسب طلب الصبيه او طلب العروس، بس بالاخر انا اكيد راح افرض رايي او اعطيها رايي بالاحرى. فاكيد يعني ممكن في عروس بتحب الشيء البسيط، ممكن في عروس بتحب الشيء المشغول دائما. فانا خبرتك انه يعني البساطه مطلوبه احيانا بس بشيء بيناسب العروس. كمان يعني كنت بتشتغل على فساتين سهرة، وهلا على الصيف قريب بتكثر الافراح والاعراس والمناسبات، تحتار بقى الصبايا كيف بدها تختار فستان سهرة يناسبها. خلينا نحكي شو هي الالوان يلي دارجة لفساتين السهرة هالسنة. هلا اذا بدك تشوفي الموضة او الموضة العالمية، فهون كل مصمم فيه يعمل موضة لحاله. فمنشوف هلا اللون اللي راح يكون نشوفه بفساتين السهره. طبعا الموضه مستمره بالوان الباستيل، هي الالوان الشفافه، الالوان الهادئه اللي بتعطي انوثه للصبيه او المراه بحد ذاتها. فمنشوف السنه كمان في عندك اللون السماوي كمان راح نشوفه بفساتين السهره، وانا اشتغلت بهذا الكولكشن طبعا باللون السماوي كان موجود. يعني عندك الاصفر راح يكون موجود. فبالاخر هون يعني كل مصمم او كل ديزاينر ممكن يعمل موضه لحاله او ينزل. طبعا المصمم المفروض انه على اطلاع بالموضه العالميه بيشتغل عليها بس باسلوبه. كمان يمكن كل صبيه لها الوانها المفضله طبعاً. طبعاً لكن أكيد. يمكن اكيد شخصيتها او حتى لون بشرتها ولون شعرها هذا الشيء كمان بينفرض عليها، يمكن انه ما تلبس يمكن لونها المفضل. طبعا اكيد ممكن هي مثلا لنفرض انه في لون معين مثلا هي الموضه ممكن ما يناسب بشرتها او ما يناسب كشخصيتها، او فاكيد رح تبعد عنه بتختار لون يناسبها. أو قديش ممكن كمان اللعب على الألوان يعني من خلال شغلك أنه طبعاً تدخيل الألوان أكيد اللي بيحبها؟ احنا بنشتغل كثير على الميكس، على الشيء الديجرادي الألوان، وبهذا الكولكشن كثير اشتغلت على هيك أشياء. ورح تشوفي السنة أنه الموضة متجهة للشيء المورد كثير، رح يكون الأقمشة الحرير المورد يعني طبعا بده يكون حتى عم نشوف يمكن شوي ساتان قريج راجع هالسنه طبعاً. يعني في فتره ما كثير فالسنه رح مثل ما حكينا انه رح نشوف الاقمشه المورد، رح نشوف الساتانات، رح نشوف خاصه موضه الدانتيل. ما في موضه انه للدانتيل يعني من
ما في موضة أنه تخلص موضة الدانتيل. بالآخر الدانتيل مطلوب بأي فستان طبعا الدانتيل لأنه له خصوصية. الدانتيل بيعطي تقل للقطع، بتعطي شياكي سينيه، فأكيد ما راح نخلص من الدانتيل أكيد. يعني احنا بدنا نشكر وجودك معنا اليوم وسام، نتمنى لك كل التوفيق. تسلميني، صباح الخير لكم، وبشكر كل العالم اللي عم تتابعنا. اكيد بنتمنى دائما عروض الازياء تضل مستمره وتحقق نجاح اكبر واكبر. وسام شكرا لحضورك معنا ضمن صباحنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. يا هلا فيك. شكرا لكم.